ثانية واحدة بس يعني. يا ابراهيم، لان انا معايا واحد بقى من اللعيبة النجوم النهاردة والرجالة واللي دايما تحطه في المواقف الصعبة، هو قائد وكابتن فتحي. احمد اتفضل. فتحي. احمد برافو فتحي انا برافو احمد فتحي. كابتن احمد، مساء الخير عليك يا كابتن ومبروك النهاردة. السلام عليكم يا كابتن محمد. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ وحشني يا كابتن. ده حضرتك ربنا سلم على كابتن رضا حبيبي يا ابو حميد. كابتن مجدي حبيبي يا ابو حميد. فتحي انا سعيد مبروك جدا، مبروك يا ابو حميد، سعيد جدا النهارده برجولتك ادائك، واكيد جماهير النادي الاهلي حاسه بالروح اللي انت فيها وبوجودك كقائد للفريق. مبروك يا احمد، يعني الماتش النهارده كان صعب اكيد بالنسبه لكم. طبعا الحمد لله كابتن على كل شيء. طبعا ما فيش ماتش سهل، ماتش صعب، كل الماتشات بتبقى بتديها تمامها، ودايما ربنا اللي بيوفقك دايما في الماتش يعني. اكيد بتمرن كويس، تعمل اللي عليك، لكن دايما في توفيق من عند ربنا دايما. فالحمد لله النهارده كان ربنا موفقنا، ويعني كنا يعني ممكن نطلع بالماتش كسبانين طبعا، على الاقل كان ثلاثه ولا حاجه، بس يعني الحمد لله يعني على كل شيء الحمد لله. بتشوف يا احمد فكره عدم الخروج بالمباراه من غير مكسب النهارده بالرغم ان كانت الفرص متاحه، من وجهه نظرك ايه؟ بص يا كابتن، مش من وجهه نظري يعني، بس يعني يعني في فرص كانت ممكن ندوس عليها نجيب اجوان، او كله يعني زي انكار ذات مش لازم انا اجيب الجول، ممكن زميلي يجيب الجول لو هو في وضع اسهل، لكن في الاخر الحمد لله على كل شيء يعني. تعادل والحمد لله صعدنا، نفكر في اللي جاي ان شاء الله، عشان اللي جاي هيبقى اصعب يعني. وانت موجود في الملعب، اسهل الفرص اللي انتوا النادي الاهلي راح بيها بتاعت اليو الشوط الاولاني دي كانت سهله، وحسين جات الاثنين لو اتصرف بيهم اسرع كنا يعني برضه الموضوع هيبقى اسهل برضه يعني. طيب احمد، ادرك الفرص السهله قوي يعني. طيب انا احمد يمكن عارف ان النهارده كان في انذار، كنا خايفين جدا ان انت تاخد الانذار الثاني، ويمكن كان فكره بكاري جسامه وتواجده في المباراه يعني كان في تخوف من الجماهير، لكن انا عارف ان انت صاحب بكاري، صح ولا انا غلطان؟ اداك انذار ازاي؟ اه بكاري صاحبي يعني. واداك انذار بقى؟ على طول كلام برضه. شايف مع بعض. لا والله. ايه؟ ابو علي قال لي ان هو صاحبك قوي. على طول يعني، بس انا النهارده لا هو، وخلي بالك هو حكم كويس جدا، بس هو بقاله فتره كده بغريب، لكن هو حكم من احسن حكام القاره عامه يعني. لكن حتى لما بيكون في حاجه عشان انا لما بيكون في حاجه انا بقعد اتكلم معاه كتير يعني، انا بقعد اتكلم معاه كتير. طب كويس كويس، يعني حته التواصل ده الماتش كان جاي علينا بقعد اتكلم معاه. احمد النهارده الجزء الدفاعي والفكر الدفاعي اللي كنتوا بتشتغلوا عليه لما بتبقى تفقدوا الكوره، يعني احمد فتحي ليه ادوار وكان في مساعده سواء بقى من جيرالدو او حتى من اجاييه. النهارده احمد فتحي انا بشوف ان من افضل مبارياته. الفكره نفسها لمستر فايلر النهارده كانت بتشتغلوا عليها ازاي؟ فكره الدفاع. لا عادي، هو كلنا بص بص يا كابتن، موضوع الدفاع والهجوم ده موضوع اتغير في العالم كله دلوقتي، كل الناس لازم تبقى بتدافع مع بعض، كل الناس بتهاجم مع بعض، مفيش حد يقول لك لا ده هيدافع وده هيهاجم، بس لا الكلام ده يعني ما بقاش هو موجود. اللي ما بيعرفش يعمل يعني الاثنين ما يلعبش. لكن لا هو دلوقتي كله لازم يدافع، مفيش حد ما فيش حاجه اسمها ما يدافعش، او مفيش حد ما بيهاجمش برضه، لا هو الاثنين يعني لازم، انا كباك رايت لازم اساعد اللي قدامي في الهجوم وهكذا. لكن انا شايف برضه من احسن الماتشات برضه النهارده، عمل ماتش هايل بصراحه كدفاعا وهجوما، كان من الناس الهايله في الماتش يعني. اجاي برضه الناحيه الثانيه. اتفضل يا احمد. بس وكل الناس يعني، حتى اهلي قدام كان بيرجع يساعدنا. هي دي الكوره دايما يعني، والفرقه اللي بتكسب او الفرقه اللي عايزه تكسب او عايزه تاخد بطوله، كل واحد لازم يبقى على قلب التاني يعني. انا هترقص لازم حد يبقى ورايا، ده يا عمرو هيترقص هتلاقيني انا في ظهره، وهكذا يعني، عشان في الاخر ربنا يكرمنا. الماتشات اللي زي كده طبعا محتاجه كده يا كابتن احمد. طيب وجود كابتن محمود خطيب في المباراه دي يا كابتن احمد، تاثيره يعني اكيد اللعيبه الكبار واللعيبه المتواجده بتحس بالتاثير ده. لا هو الكابتن خطيب يعني بالنسبة لنا حاجة كبيرة وقامة كبيرة لينا، وهو أول ما جه
اول يوم جينا فيه عملنا محاضره وقلنا لازم كله يبقى على روح واحده، كله يبقى على قلب واحد، كله يعني اللي يلعب يلعب واللي مش هيلعب مش هيلعب، اهم حاجه يبقى روحنا واحده. وفي الاخر الحمد لله ربنا كرمنا، والتوفيق بيجي من حاجات صغيره، من مواقف صغيره، من حد في الملعب رجع مع زميله شويه تعب عشانه شويه، وهكذا يعني في كل المواقف. يعني انا كان الناس اللي بره معانا دلوقتي او الناس اللي في مصر اكيد كلهم يعني نفسهم موجودين معانا، لكن في الاخر المدرب وليه اختياراته يعني. كلامه ما بعد الفوز بقى كابتن احمد كان ايه؟ موجه لايه؟ هل المسؤوليه اللي كبرت عليكم ومفروض فكره اللقب بقاله فتره بعيده عن النادي الاهلي ومسؤوليه اكيد موجوده كبيره على اللعيبه؟ والله كابتن هو المسؤوليه علينا على طول، خلي بالك احنا عندنا في الاهلي موضوع دايما فيه ضغط، ودايما انت عارف على طول لما تخلص ماتش خلاص انت بتنسى الماتش اللي عملته، بتفكر في الماتش اللي بعديه وهكذا، وهي الحياه ماشيه كده يعني. ودايما الناس بتقيس الحاجه بالقطعه، مش بتبص للحاجه اللي اتعملت او تعبت، لا يعني هو الناس النهارده كسبنا اه الحمد لله صعدنا هكذا، الماتش خلص خلاص، الماتش اللي بعديه انت وحش عادي الناس تتكلم عليك وحش وهكذا يعني. مش الموقف بيجي كده يعني، لكن في الاخر احنا البطوله بقى لها كتير غايبه عننا، قبل كده خسرنا نهائيين ورا بعض سنتين، عملنا اللي علينا بس ما كانش فيه توفيق في اخر المباراه. زي ما انا قلت لك دايما التوفيق بيجي لنا من عوامل كتيره، فممكن بيغيب عننا التوفيق لحاجات ما عملناهاش، لكن انا شايف الاسبوعين ان شاء الله ربنا يكرمنا يكون موفقنا. طيب وهنعمل اللي علينا ونجتهد ونتعب عشان ربنا ان شاء الله يدينا. كابتن احمد، كابتن رضا عايز بس يسالك سؤال. قول يا كابتن. اتفضل. اكيد هيقطع فينا طبعا. لا 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 لا, لا خالص. اولا الف مبروك، ما تسكت يا ابني. اولا الف مبروك يا ابو حميد النهارده. ايه يا كابتن؟ الف مبروك. والنهارده كنت راجل فعلا وبجد يعني. الخبره لها دور كبير قوي سواء في الملعب، في لمه اللعيبه، في وقفه اللعيبه. بس انا عايز اسالك سؤال بعيد خالص، بعد ماتش النهارده ده اتفضل يا كابتن، النادي الاهلي هيجدد لك امتى بعد المستوى بتاع النهارده ده؟ والله كابتن السؤال ده ما تسالهوليش بقى. لا بص يا كابتن، عشان ايه احمد هو فيه ان شاء الله بعد سؤال مغلف. بص يا احمد بسم فران انت واخد بالك؟ كابتن رضا انا مش بقول لك عايز اشتغل مذيع، انا عارف والله. في سم فريند احمد بقول لك انا بس عايز اتكلم بس انا من رايي يعني اولا البطوله مهمه جدا للنادي الاهلي. خلينا نخلص مع احمد بس. انا هتكلم بس في النقطه دي لاحمد، هو اعتقد ان احمد اكبر من كده لان هو نجم كبير وعنده خبرات، فاعتقد ان احمد سايب الموضوع ده لان فعلا البطوله مهمه للنادي الاهلي. فانا شايف ان الموضوع سابق لو ما نفتحش طول احمد طول ما هو لعيب كويس وبالروح اللي هو موجود فيها دي هو اضافه للنادي الاهلي. بص يعني نفتح نفسه بقى يقفل. ما ان شاء الله هو السؤال يا كابتن احمد، يمكن كابتن رضا بيقولوا لكن اكيد الناس حابه جماهير الاهلي، هل في كلام حصل وان شاء الله؟ طب انا والله ما اعرف. مفيش كلام حصل حتى الان. خلي بالك انا ما اعرفش حتى لو في كلام، ده مش وقت كلام حتى. مش وقت كلام ليه يا كابتن؟ مش وقت مش ده لعيب مش كلام. بص يا كابتن عشان انت داخل على نهائي بطوله احمد، انا ولا في حاجه، انا دلوقتي ابو حميد ربنا يوفقك ركز زي ما انت مركز كده، بعد كده بعد البطوله ان شاء الله يكون في كل خير بالنسبه لك يعني. اتفضل يا احمد اتفضل. دي اهم حاجه، انا اهم حاجه ان احنا مركزين ان احنا ناخد البطوله دي ان شاء الله، والماتشات اللي جايه هتبقى ماتشات صعبه مش سهله، وانا دايما بشوف كل حاجه على الله، ربنا اللي بيدبر الامر يعني، فكله خير يعني، ما اعرفش الخير فين يعني. مفيش اي عروض يا كابتن بعيد ده؟ انا مش هكلمك على التجديد للنادي، هل في كابتن احمد جاله عروض خارجيه عروض داخليه؟ لا بص يا كابتن عشان بس موضوع التجديد ده هو مفيش حد يكلمنا لغايه دلوقتي عشان نقفل الموضوع ده خالص. تمام بس يعني لكن عشان موضوع لكن اي عروض خارجيه ما جاتش او في اي عروض خارجيه بالنسبه لك؟ انا موجود. بص يا كابتن انا موجود مع النادي، هفضل مع النادي، هجتهد اعمل اللي عليا لغايه اخر يوم ليا في النادي، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده، لكن انا ما فيش حد كلمني. يا جماعه سيب النادي الاهلي ويروح فين؟ مين نادي اقوى؟ ولا انا ولا ليه ولا ليه ولا كلام عروض خارجيه. لا خارجي يجي له دلوقتي. لا احمد هينهي حياته في النادي الاهلي، واحمد فتحي اسمه مرتبط بالنادي الاهلي، واحمد فتحي هيكرم في النادي الاهلي، واحمد ادى النادي الاهلي بدون حساب
واخد بالك زي ما كل ولاد النادي. رايك ايه يا كابتن احمد في الكلام اللي بيقوله كابتن مجدي ده؟ حاجه تحترم طبعا كابتن مجدي الصراحه. وايه رايك في اللي بيتعمل بتاع الصراحة. طبعا خلي بالك يا كابتن، انا كنت عيل صغير كده بتفرج على الكابتن رضا ابو عال وفي النادي الاهلي عامل مباراه الزمالك حبيبي يا ابو احمد. والله والله على فكره كابتن مجدي اللي قال الكلام مش كابتن رضا، خلي بالك. مش ماما ما تتفرجش على كابتن مجدي، انت عارف انا بحبه ازاي. مجدي من قدماء المصريين. لا لا انت حبيبي يا احمد، انا طبعا وانا بحبك جدا جدا على المستويين الشخصي ولعيب كوره. يا احمد انت اتفرجت على كابتن مجدي؟ لا ما لحقنيش. طيب ما انت من قدماء المصريين. هو كان صغير كان طويل بصراحه. اما انا من قدماء المصريين اللي معاهم اللعيبه الثانيه بقى. يا احمد احمد كان يا كابتن رضا انا اتفرجت عليه بعدين، بس انا اتفرجت عليك وانا عيل صغير بقى حبيبي. ربنا يعني انت اتفرجت عليا على الهوا، انما هو في شرايط اللي هو لما كان عنده 25 سنه لصالح كابتن رضا والوضع احمد عنده تواضع غير طبيعي. احمد مش هتخلص مع الثلاثه بتوعنا دول. احمد يمكن اسكت انا مش عايز سعود الراجل قامات اتفضل. سعود نادي الزمالك كابتن احمد للدور قبل النهائي، هل كابتن احمد فتحي كابتن النادي الاهلي يتمنى مقابله نادي الزمالك في النهائي؟ والله كابتن انا الموضوع يعني مش اقول لهم مبروك طبعا لصعبه معاهم مدرب كويس، مدرب مستر كارتيرون انا بحبه جدا يعني من الناس المحترمين اللي اشتغلوا في النادي برضه عندنا. شوف اتمرن معاه اقول له مبروك، لكن لو ان شاء الله ربنا كتب لنا وصلنا للاهلي والزمالك هيبقى نهائي يعني ما حصلش يعني غالبا ما حصلش قبل كده يعني ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط يعني. هو احنا بنتمنى ان انتوا الاثنين تتقابلوا صراحة. لعده اسباب. السبب الاولاني ان الكاس يبقى مصري ان شاء الله، والسبب الثاني ان نتفرج على كره قدم جميله لان المباراه دي هتبقى قويه جدا ان شاء الله، والسبب الثالث ان يعني نعوض مباراه السوبر ان شاء الله ونشوف بقى امكانيات. يا كابتن احمد انا بشكرك ومبروك وسعداء بادائك وسعداء وجودك مع الفريق ولمتك للعيبه وكقائد داخل الملعب وخارج الملعب، دي حاجه محترمه. اشكرك كابتن احمد، تنور وتيجي بقى بالسلامه ان شاء الله انت والبعثه ان شاء الله. يعني خلينا نروح لفاصل. مكالمه احمد جميل، شخصيه جميله يعني، هو لعيب يعني بالرغم ان كل ما سنه بيتقدم اداؤه وروحه ورجولته في الملعب عشان ما يضيعش نفسه. احمد من اللعيبه اللي بتاخد بالها من نفسها جدا.